فقرة نوتريشن لليوم مع هبة أبو الطيف، وهي أخصائية تغذية رح تطلع علينا عبر زوم. صباح الخير هبة. صباح النور، كيفك بلونس؟ أنا منيحة، كيفك بهالشوبات؟ كثير كثير منيح. كثير شوب. واليوم التوبيك لحلقتنا هي نشاف الجسم من السوائل والمي. كيف منشعر، او هل يا ترى معقول ما نشعر انه بلش الجفاف بجسمنا؟ كيف نبلش ننتبه لهدول المؤشرات؟ لان اوقات متعود على الشوب كمان، وممكن فجاه يوصل فينا الموضوع لمستشفى يا سمح الله. خبرينا اول شيء شو هي الديهايدريشن او الجفاف. اوكي، مثل ما كنت عم تقولي، الجفاف اللي ببلش جسمنا ينشف من المي او خساره السوائل من الجسم كثير بتصير هلا بفصل الصيف، وخصوصا بهالحراره المرتفعه اللي عم نحسها هلا. ففي كثير عالم بيوصلوا لمرحله الجفاف وما بينتبهوا، يعني بيعتبروا انه اذا انا مش عطشان يعني انا ام فاين، وهو العطش مش على طول الدليل الوحيد انه احنا عم نبلش نحس بالجفاف. ففي كثير عوارض ثانيه او سيمتومز ثانيه بخبرونا انه جسمنا عم بيفوت بحاله الجفاف، ونحن ضروري نتدخل بهيدي الحاله، لانه الوضع بيسوء جدا وخطير جدا اذا الجسم تعرض كومبليتلي للجفاف. صحيح، يعني اوقات بنبلش ناخذ ضغطنا، بناخذ يمكن حبه دواء، بنكون عن جد كومبليتلي مش منتبهين انه نحن ناقصنا مي. شو هي العوارض السايلنت الصامته، والعوارض يلي ما لها علاقه نحن بنفتكرها ما خاصه بالمي؟ هلا اللي العوارض الصامته اذا بدك، او انه اللي ما بنفكر انه خاصه، بس نحس انه عم بيجعنا راسنا، ارهاق، تعب شديد، نعاس، ما في نشاط زياده، ممكن يكون كثير السبب الاساسي هو الجفاف بهيدي الحاله، لانه جسمنا تعبان، المي هي اساس لكل الاعضاء تيشتغلوا، لكل الخلايا بالجسم، يعني 70% من جسمنا مي، بحاجه نحن نضلنا هايدريتد تيضلوا يشتغلوا وكل شيء بجسمنا، وظائف جسمنا تشتغل. فمجرد ما نحن حسينا هيك تعب، ارهاق، خصوصا هلا بالشوب، وجع راس غير مبرر، يعني اذا انا نايمه منيح وكل شيء منيح وما في عندي سبب ليوجعني راسي، فجاه عم بيجعني راسي، تركيز ماني كتير قادر ركز، دوخة، لعي تنفس اوقات، هول كلهم ممكن يكون هن من ورا الجفاف، من ورا قلة شرب المي اللي عم يكون مرقة معنا. هيدي عوارض ما بنحسها نحن، ما بنربطها بالجفاف. فانا بفكر انه اذا عم يجعني راسي ممكن مثل ما عم تقولي روح اخذ حبه دواء، حبه بنادول، وانه خلص مشي الحال، انه انا راح يصح راسي، يمكن ما يصح. بينما اذا شربت مي وصرت انا هايدريتد بالشكل الكافي، رح يرجع استعيد نشاطي وارجع اتنشط، وارجع انا هيك شوي بطل حاسس بالدوخه اللي انا حاسه فيها، فبتحسن تدريجيا. فمشان هيك نحن ضروري ننتبه لهذا الموضوع، ضروري اذا نحن ما بنحس كثير بالعطش نضلنا مفوكسين قد ايه عم نشرب مي بالنهار. يعني انا اذا بعرف حالي ما بشرب مي غير كبايه، وبفكر حالي انه اذا شربت قهوه ونسكافيه هول بعدهم مي، لا منهم المي، لانه هودي الاشياء بتدهر المي من الجسم. فهودي أكيد بدي انتبه، لانه كثير اشخاص بيجي لعندي بقول لهم قد ايه بيشربوا، بقولوا لي بنشرب كوبايه مي والباقي قهوه نسكافيه، هيك بيعتبروها مي، هيدي منا مي. سو المي هي المي اللي بنشربها بس، اللي بدها تكون على القليله لتر ونص للترين بنهار، وخصوصا هلا فينا نطلع على 3 3 لتر ونص حسب الاجسام وحسب الاشخاص كمان. سو هالقد لازم نشرب مي بالنهار. يعني المفروض نزيد نحن كمية المي خلال هيدي الموجة من الشوب؟ أفضل نزيد ولا لا كمان زيادة المي ولو كان في شوب منا شغلة سليمة؟ لا، لازم نزيد بفتره الشوب، بس اكيد كل شيء ضمن حدود، يعني انا مش رح اروح للاكستريم بشرب المي، لانه الاوفر هايدريشن مثل الديهايدريشن نفس الشيء، يعني اوكي زياده المي كثير نفس الشيء مثل قلت المي، بس انه تنوصل للكثير بدي يكون عم بقطع ال 4 لتر 4 لتر لتر ونص، يعني هالقد انه او 50 لتر بالنهار تصير انا فوت بالاوفر هايدريشن. بس بهيدي الحاله بالشوب، واذا شخص بيعرق كثير، اذا شخص عم بيحرق يعني عم بيطلع مي من جسمه كثير عم بيعرق كثير، ضروري يشرب مي بالشكل الكافي، ضروري مرق على القليله 3 لتر بالنهار تيضلوا هايدريتد بالشكل الكافي. يعني ضروري كل الناس اللي بتعمل سبار او حتى بتمشي يمكن بتعمل رياضه على الطريق بهالشوبات، او بنكون على البيسين، يعني هالقد تكون سامبل الشغله، ما نستغني عن المي.
مفتاح. والاشخاص الاكثر شيء معرضين للجفاف هن الاشخاص الصغار كثير بالعمر، البيبيز، والاشخاص الكبار بالعمر. الصغار بالعمر لانه اكيد ما بيعرفوا يخبرونا انه عطشانين، وبيمرق الامراض والسخونه والحراره والاسهال والاستفراغ، وكلهم بيظهروا المي من الجسم. الاشخاص الكبار بالعمر شعور العطش عندهم بيقل، يعني ما بينتبه شخص كبير بالعمر انه عطشان، فبالتالي معرض كثير يصير عنده جفاف الختيار. فنحن الكبار بالعمر لازم كثير ننتبه لهم هذا الطقس، لازم كثير نحرص انه نحن نذكرهم يشربوا مي، لانه هن بالنسبه لهم ما انهم حاسين بالعطش، وهذا الشيء كل ما يكبر وكل ما يزيد عندهم، فضروري كثير الشخص المسن يشرب مي بشكل كثير كافي ليتفادى كثير مشاكل كمان. هبه، حتى لو هيدا المسن ما بيعمل حركه ولو قاعد يمكن باوضه مكيفه، يعني ضروري نكون التركيز على كميه مي معينه لإله؟ ضروري، يعني حتى لو ما بيعمل حركة ضروري، الجسم بده لتر ونص لتسالة من المي، لعمره لوزنه لهيك ضروري يشربه، حتى لو ما بيعمل حركة يضله هايدريتد، لأنه المي ضرورية كثير أكيد بحالته لإله، خصوصا المسنين عندهم أمراض سكري ضغط، هول كلهم أمراض بيخلوا المي كمان تظهر من الجسم زيادة، بلس انه المسن بياخذ كثير ادوية، والادوية اللي بياخذها اغلبها ممكن تكون ديوراتكس او بتظهر المي من الجسم، فهون كمان ضروري يكون في تعويض للمي اللي عم تطلع من الجسم. إذا الجفاف ممكن يحصل لو بكون أنا صحتي منيحة، بس لأنه في شوب وبعوض عن هالمي والسوائل اللي عم تطلع بالسيستم الليمفاتيك بشرب المي. في حال كان في حالات مرضية مثل ما كنت عم بتقولي يا هبة، إسهال، استفراغ، قديش تعويض المي هون أساسي؟ هون كتير ضروري، واوقات في كتير حالات بنوصل اوقات على المستشفى بيقولوا لنا جسمكم بلش ينشف، نحن فاكرين انه عم نشرب مي، يعني حتى انا عم بستفرغ عم بشرب مي، بس في حالات معينه بس يكون في استفراغ قوي او اسهال قوي مع حراره، يعني الوضع تعبان بده الشخص مصل، هون بطل بس بيقدينا المي، صار بدنا الكترولايتس الجسم تيعوض، فهون ضروري التدخل الطبي الفوري، يعني انا بس يكون في عندي استفراغ اكثر من مره بنهار، حراره واسهال، هون ضروري التدخل انه المصل، لانه المي لحالها بطل تأدي، وصار ضروري نعوض بالالكترولايتس اللي عم بيروحوا من الجسم، هون ضروري التدخل الطبي بهذه الحالة. طبعا. وفي يكون الامصال اللي بنشتريها نحن من الفارماسي هي تكون كمان عم بتفيد، لانه تبقى مفعمه بالسكر المعين والصوديوم وغيره. صح ومظبوط، في هايدريشن درينكس هلا للاشخاص كمان بيعملوا رياضه كمان يفضل يشربوهم، خصوصا اذا بيعرقوا كثير، يعني الهايدريشن درينكس اللي بيشربوهم بوقت الرياضه ضروري بيتناولون، خصوصا بهذا الطقس كمان. بس هون كمان بدي ضوي على شغله، انه هايدريشن درينك مش كيف ما كان يشربون، ومش للاولاد الصغار يشربون مثل ما أي. هلا دارج، ومش مثل ما على التيك توك دارج، فهون بدنا ننتبه لهيدي الشغله. لا، لأنه فيهم شو سعرات حرارية، ولا لأن فيهم ملونات، ولا لأن فيهم سكريات عالية؟ لا فيهم هن مثل املاح ومعادن معينه بأجسامنا بتكون عادية، لما نكون نحن عم نعمل رياضة ممكن نخسرها، فهودي بيجوا تيعوضوا الأملاح والمعادن. عند الأشخاص الرياضية اللي عم بيعملوا مجهود رياضي وعم بيضطروا يعرقوا كتير، بس يعرقوا كتير عم بيخسروا هيدي المعادن، فنحن عم نعطيهم الكترولايتس تيعوضوا، يعني شخص عم بيركض ماراثون، شخص عم بيعمل مباراة فوتبول اكثر من ساعة، يعني بس تكون الرياضة اكثر من ساعة ورياضة اجمالا عم بتخلي الشخص يعرق زيادة، وفضل يشرب من هودي. بس انه اذا انا قاعد عم بشرب مي عادي كل نهار وهايدريتد وقاعد ما عم بعمل حركة، وطفل صغير واطفال صغار ماني بحاجة اشرب من هودي الاشياء، لانه هون كمان لخبطة المعادن بالجسم بتأثر، يعني ممكن نعمل كرامبس زيادة، ممكن في كثير اشياء ممكن تصير كعوارض، يعني الشخص ممكن بيعمل كرامبس بجسمه بيقولوا له روح كل بوتاسيوم، ممكن يكون عنده بوتاسيوم زيادة، فالاشياء ممكن تكون من الزيادة مش من النقصان اوقات. صح. يعني خلينا نبلش بالمي، المي السامبل العادية. هبة، النساء الحوامل بهيدي الفترة كمان عرضة للجفاف ولا لا؟ بلا اكيد عرضة للجفاف، وكمان هن بدهم مي بشكل كافي لانه هن جسمهم عم بيشتغل زياده، فعرضة للجفاف، وخصوصا اذا كان في تبول زياده عند المراه، يعني لازم تضل تعوض الموضوع، فهون الشخص لازم يضل مراقب حاله، انا لازم فيني راقب حالي من قد ايه بفوت على الحمام، قد ايه لون البول كيف هو، من الجلده تبعولي اذا انا عم بكبس عليها للجلده وعم تعطيني تجعيد، كمان اذا الجسم محقن مي او يعني عبي مي الجسم وعم بكبس على جلده وعم يبين انه انا وين عم بكبس عم بيعلق
بسلم ايدي، مش معناته اذا انا معبيه مي لا ما بشرب مي لانه في مي زياده بجسمي، ضروري هون اشرب مي زياده تيطلع المي من جسمي. هون اي الفكره الخاطئه الكل بتصيبهم انه انا في عندي مي بجسمي ما عم بشرب مي، هون لا ضروري اشرب مي زياده، ضروري اخفف مثلا من الاكل المالح والفاست فود والاشياء اللي بتدهر لي المي من جسمي، وانتبه لهودي الاشياء وخفف صح من الكافيين ومن المشروبات الغازيه ومن الاشياء اللي بتضرني زياده، وزيد كميه المي تا انا بطل جسمي معبي مي وتا انا اكون هايدريتد بالشكل الكامل. هو كان السؤال على بالك، بدي اسالك اللي عندهم احتباس مي هن اقل عرضه للجفاف ولا لا؟ ما لها علاقه يعني بغير محل احتباس المي بيكون. لا بالعكس، احتباس المي ما انت جسم بحاجه كثير لمي، عم يدافع عن حاله، بده مي بشكل كثير كبير، سو معرضين لجفاف مثل غيرهم ومعرضين لمشاكل كثير كثير كبيره يعني صح. للجسم. هبة، في ناس بتعرق أكتر من غيرها، يعني عندها إفرازات للعرق أكتر من غيرها، هن ناس كمان لازم يشربوا مي أكتر ليعوضوا المية اللي عم تطلع من الجسم؟ مزبوط، الاشخاص اللي بتعرق اكثر من غيرها لازم يشربوا كثير مي، يعني انا اذا فينا نقول لهم انه بيشرب بيوقفوا على الميزان قبل، واذا عملوا حركه رياضيه وقفوا على الميزان بعد، يعني قد ايه خسروا، في شويه فورمولات اذا قد ايه خسروا بيعرفوا قد ايه لازم يشربوا مي. فالمجرد ما انا اكون عم شخص بعرق اكثر لازم اشرب مي اكثر، مش معناتها اذا انا شخص ما بعرق ما بشرب مي، لانه جسمي انا بدهر المي بكذا طريقه، يعني في اشخاص بدهرها عبر العرق، بس في نحن فيني يكون عم دهر المي من جسمي عبر الاحتكاك بالارض، يعني مش بس انه بالتنفس، طبعا طريقة بتظهر المي من الجسم فيها. فإذا أنا ما بعرق كتير مش معناتها ما بشرب مي كتير، لا كل ما أعمل رياضة لازم أكون عم بشرب مي زيادة، وكل ما أكون عم ضلي منتبه لحالي بالنهار على القليلة لتر ونص لترين على القليلة بالنهار نعم هي نعم المطلوبة خصوصا بهيدا الطقس، ومش معناتها إذا عم باكل فواكه وعصائر كمان إنه بوقف أشرب مي، لا يعني بشرب مي وهو والبلس. هذا البلس. هبة، كمان سؤال للناس اللي عندهم سكري، أمراض قلب، ضغط، قديش لازم كمان يكونوا متنبهين لموضوع شرب المي؟ مثل ما كنت عم بحكي، الامراض للقلب والضغط والسكري اشخاص كمان معرضين يخسروا مي زياده عن غيرهم من الاشخاص العاديه، فبده يكونوا كثير منتبهين لهذا الموضوع لانه جسمهم كثير بحاجه لمي، لانه اوريدي في وظائف كثير ملخبطه بالجسم، فضروري نضلنا هايدريتد، ضروري كل ما اخذ حبه دواء اشرب معها كبايه مي. وانا هون بعطيهم تيب انه اذا عم تاخذوا كذا نوع دواء بالنهار اشربوا كبايتين مي مع كل حبه دواء بالنهار، يعني هيك انه تقطع. از ريمايندر، يعني في اشخاص بيقولوا لي ما بتذكر، انه في كثير اشياء، في ابلكيشنز فينا نحطها على التليفون، فينا نحطها از ريمايندر، فينا نحطها اذا انا شخص قاعد على المكتب كل نهار حط القنين قبالي، بس انه ضلي قد ما في المي بوجهي وين ما كنت ضلني صحيح. اتذكر اشياء. في اشخاص ما بحبوا طعمه المي وتشز كثير صايره بيقولوا لي ما بتقطع معي المي ما فيني اشربها، هون انا بقول لهم فينا نحط لها فريز، حامض، نعناع، وات ايفر طعمات بنحطها، فينا نضلنا نحط لها القنينه، يعني كمان بعطيهم افكار او تحطوا حامض، يحطوا لها محلي اصطناعي اذا شوي يتقبلوا طعم، بتصير مثل الليموناده بس انه صح. ما فيها كالوريز وبكونوا عم يشربوا مي. هبة، ايمتى لازم دايركتلي نروح على الايرجنس، يعني نقول لا خلص يعني هيدي حاله لازم يبلش المصل يمكن يفوت بالعرق لنقدر نعوض، لانه اوقات بتكوني قاعده حدا بيقشط ضغطه، حدا بيصير عنده مشاكل قدامك، ما بتيجي ببالك موضوع انه لا هو هيدا بس الزلمه مش شربان مي او هيدا الولد مش شربان مي، امتين بنروح دغري ايرجنس؟ مش نحن بنحلل على ذوقنا ومنبلش نطبب. اوكي حنبلش هلا بالصغار، يعني بس اوكي يبلش الولد ما يتبول كتير، بس يبلش الولد يبكي وما ينزل له دموع ايش بيكون هالقد نشاف، بس يكون اكيد في عنا سفره واسهال وحراره، هيدي ضروري يعني اكيد، هودي السيمبتومز معناتها اكيد لازم يكون في طوارئ وتدخل طبي اوكي اكيد. وللكبار بس يكون ما في عنا ما عم نفوت على الحمام، بس يكون عنا الارهاق الشديد والتعب الشديد الغير مفسر غير مبرر، واكيد اذا كان في مترافق مع اسهال واستفراغ وحراره هون كمان التدخل الطبي ضروري، يعني ما بقى بتنفع انه نضلنا قاعدين بالبيت وخصوصا بهيدي الحراره او طبعا بهذا الطقس الحار. يعني التعويض ضروري يكون على يد طبيب او متخصص بهذا الموضوع بقلب المستشفى بهالحاله. مزبوط، هبه ابو لطيف، شكرا لك، ميرسي على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، وهيك بنكون مشاهدينا فقره نوتريسيون خلصت.
بناخد وقفة ومنتابع.